الشعر تبعي لونه ازرق من لون الشال تبعي. رح احكي لكم شو عم يصير باوروبا، رح احكي لكم الاختلافات. بتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير للفيديو، كثير انا بحبكم وانتم الفانز تبعي، بحبكم. صباح الخير، بونجور هون بيقولوها. بدي اليوم احكي على الفرق بين نحن العرب وبين الفرنسيين. هذيك الفرنسيين هيك بتحسهم بجم، يعني ما بيعرفوا يحكوا، وكيف هن ما بيتعلموا العربي بينما نحن نتعلم. ايه بدي اقول انه نحن هيك شلون نحن العرب كل واحد عنده غسالة ببيته، بينما هن من كتر مو بجهم بيغسلوا كلياتهم بمكان واحد بس. فانا اليوم بدي احكي لكم انه نحن قديشنا بالوطن العربي. شو عم يصير؟ ما بعرف، سوري يعني، لانه كانه في هيك حدا عم يضايقني، يمكن لانه انا لايكات كثير بجيبها بالفيديو عندي على الفيسبوك. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، لانه طبعا اليوم بدي اقول لكم اول شيء شعراتي كثير انا هيك حاسهم حلوين، بتمنى تعملوا لي لايك اذا حبيتوا شعراتي. بتمنى تعملوا لايك وتكتبوا لي شو رايكم بشعري لما بربطه بهي الطريقه. شو عم يصير؟ انا كانه في حدا عم يحاربني لانه عم جيب كثير لايكات، بس على كل حال بتمنى انه مين انت؟ انا عفريت الكوميديا. وشو بدك؟ اي سوري بيعمل فيديو سخيف رح اطلع له، وهذا مصادر. عملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، دعموا لي الصفحه. طب انا هلا كيف بدي اقابل الفانز تبعي؟ اي هاشتاج بكفي سخافه. قم ضع يدك بيدي. قم. انا اليوم من هولندا، حابب اقول لكم انه نحن هون العرب قديش بنعمل شغلات وقديش في بكفي سخافه. طبعا هلا رح صور لكم معاهد لغه بالمانيا. طبعا هي معاهد يعني لغه غليظه كثير، ما فيك تتعلمها وما فيك يعني بكفي سخافه. اليوم انا من السويد، رح صور لكم هي الشجره بالسويد بموبايلي. طبعا بدي اقول لكم انه نحن هون بكفي سخافه. نحن هلا هون بالسويد، انا عم صور لكم، بدي صور لكم العشب بعزمنا وبأسنا نذلل الصعاب. ساعدي لك يا 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 عفريت الكوميديا، بس لو سمحت انا بدي اسالك سؤال. اول شيء انت ليش حمل هالشنطة؟ انت دكتور؟ لا، هي فيها موبايلات مصادرة. طيب بس رجع لي موبايلي. ما في، عندي جولة بكل اوروبا، بدنا ننهي هالمسخرة بقى. طيب لو سمحت، لو سمحت انا عندي وجهة نظر بدي اطرحها، بس تعال خليني اطرح وجهة نظري معك. انت فيك تطرح وجهة نظرك معي؟ شو يعني انا ما بعرف انت شو اللي خسرانه؟ يعني نحن عم نضحك الشعب السوري، نحن عم نعمل كوميديا، انتوا ليش متضايقين؟ ضحكوا الشعب السوري، مالي ضدك، بس ضحكوهم بهدف، بارتقاء بالذائقه لك، ضحكوهم بثقافه بفهم. يا لو سمحت ممكن ترجع لي الموبايل تبعي؟ الفانز تبعي عم يستنوا. بس شو لك هي كلمه الفانز؟ انا بالذات هي كلمه بتزعوج منها خيرات الله. ها طيب شو انا اول مره بشوف عفريت بيغار من بني ادم. انا بدي غار منك؟ من شو بدي غار؟ من شو؟ من سخافتك لما مياعتك لما من بهدلتك؟ من شو بدي غار؟ لو سمحت، لو سمحت، الكوميديا لها اساسات. انت قاري الضحك لهنري بريكسون؟ ليش لا اقرا الضحك اذا انا بعرف اضحك؟ لو سمحت ممكن تعطيني الموبايل؟ مش بسولك. بس 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 لو سمحت، لو سمحت الموبايل، بس بدي صور تبع الضحك. الموبايل انوجد مشان الواحد يحكي فيه تليفونات، مشان يعيش ويصور حاله، مشان يصور حاله ويعيش. طيب انت فيك تعيش معي شوي هاللحظه وتسجل هالفيديو ونزله وتشوف قديش بجيب لايكات؟ بس عم بحكي معك بعمل لك مصيبه. قاري كتاب تكسير ركب لزكريا تامر؟ لا شوف، انا ما حدا بيقدر يكسر لي ركبي. بالله عن جد تعطيني. بس تعال هون، بس بقى كثير مزعج منك. ها قاري كتاب ساخون وطني لمحمد الماغوت؟ شوف انا شو ما صار، شو ما صار ما بخون وطني. انا لا لا لا، لا الوطن عندي عزيز. اسمعها، المزاودات هي بالذات، فيديوهات المزاودات هي لحالها بدها شي 600 عفريت بيلعبوا كونغ فو يشيلوا حركك شيل بقى. قاري كتاب شمس الدين صفناتي تعلم الكاراتيه؟ معلش لو سمحت رح اسالك سؤال، لو نزلت هالكتاب كم لايك بجيب؟ اما انا اشوف الفيديو تبعي كم لايك عم يجيب، يعني طبعا مالي قاري للكتاب. انت بتعرف انه هيفاء وهبي بتجيب لايكات اكثر من فيروز على الفيسبوك؟ ليش مين قال لك انه ما بحب هيفاء وهبي اكثر من فيروز؟ يا الله، يا الفانز تبعي موجودين كان هلا. لك حاجة تقول فانز، حاجة تقول فانز، كلمة فانز بدي قيم حرف الاف لسا. قاري كتاب شمس الدين صفناتي تعلم الكاراتيه؟ لا مالي قاري.
شو بدك هلا؟ شو بدك؟ مستعجل؟ عندي مصادرات كاملة بدي روح اعملها لسه. لو سمحت بدك ترجع لي الموبايل، يعني انا ما بفهم شغلة. نحن ما صدقنا هيك على الله انت صرنا مستقلين، لا في شركات انتاج ورانا، بنحكي اللي بدنا اياه. يعني انت مين قال لك؟ مين قال لك اني انا ضد استقلاليتكم؟ ايش في شغله فكرني عم بشتغل مثلا لحساب حدا؟ انا عفريت مستقل. انت ما معك انتاج؟ لا ما معي لا انتاج ولا شيء، بروح بلم موبايلات لحالي وبالي مشان نرفع ذائقة العالم بالكوميديا. انا مالي ضد الاستقلالية، استقلوا قد ما بدكم، بس احترموا عقلي مشاهد. انت الك جمهور لما مالك جمهور؟ هو انا جمهوري بس الضبطه بتبيض على امي. جاوبني، الك جمهور لما لا؟ طبعا الفانس كتار. ايه بلاها كلمه فانس، ها مزعوج منك خيرات الله يطنطني. ليش عم يطنطن شيء؟ يا الله لو الموبايل موجود. ايه كنت انا هلا جمعت عظيم على فكره. اسمعني شو عم اقول لك. ايه انت هلا مالك جمهور؟ بلا. انت مسؤول عن ذائقه هدول الجمهور، بدك ترفع لهم اياها. طبعا تعال نرفع. يبدو ما في امل. بس دير بالك انا هلا نشرت عفريتي، حيتسلقوا على التعليقات، حيقتحموا اللايكات ويشقوا الشيرات. يا عفريت الكوميديا انتشروا، احترموا السوريين، بكفي سخافه. هاي انا بس بدي اقول لكم انه هلا هذا عفريت كوميديا ما بعرف شو بده يعمل يعني، بس المهم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، رح صور لكم فيديوهات، رح احكي لكم على هون الشعب شلون بيكون اوقات بجهم يعني، وكيف نحن والفانز تبعي. اهم شغله انه دائما يتابعوني وما يقطعوا التعامل معي، لانه انا اهم شيء عندي انه العالم هات كاميرا، هات كاميرا عشان تعرف تقول فانز. علي بطل فليك، هيا خذ يا جراندايزر، عدوك فاحذر، سلح نفسك، نار للدفاع، لأجل سلام فوق الأرض في كل الأصقاع.